السلام عليكم. راني وعدتكم في الفيديو تاع البارح باللي انا راح ندير لكم لا بروشين فيديو نهضر لكم على لي زالجيريان كي سون ني على الاراضي الفرنسيه ما قبل الاستقلال وما بعد الاستقلال اللي زايدين في الوقت الحالي الى سنه 1900 2017، يعني الوقت الحالي احنا اللي رانا فيه. وبتعرفوا اسكو جور لو دروا على ناسيوناليتي فرونسيز بعد كما نقولوا من حق الارض لانهم زايدين في ارض فرنسيه، ولا ما عندهمش الحق في الجنسيه الفرنسيه. واليوم في لا فيديو هذه نتمنى انكم تتبعوها بالتحديد وتفهموا لب الموضوع، لانه هذا الموضوع كاين بزاف الناس راهي تتساءل، ولكن اليوم انا راح نشرحه شرح جيد، يعني نوضح لكم بالتحديد المشكل هذا تاع الناس اللي زايدين في فرنسا قبل اللي زايدين في فرنسا سواء قبل الاستقلال بعد الاستقلال ولا في المرحله الحاليه اللي رانا فيها درو. لاني لاحظت ان بعض الناس اذا كانت تحصل على تاشيره وهو مرته ومرته كانت اونسانت يخبي هذا يخبي، يعني الجزائريين عندهم ثغره يخبي مرته ترجع روحها ماهيش اونسانت وتجي لفرنسا وتزيد هنا وتقولك مادام انا وليدي زاد هنا عنده الناسيوناليتي فرونسيز. ولكن اليوم كاين الناس اللي يفرح باسكو ما كاينش على بالو بالقانون هذا، وكاين الناس اللي ما يفرحش ويقول لي وعلاه قلت لا. الله غالبا انا ديما نهضر اللي كاين نقولو، والعلم اللي عندي نقولها لكم، ولازم تتقبلوا الواقع باه تتفادوا النصب عليكم. راه الناس راهم راني لاحظت مازال بعض الناس راهي تستعمل تقنيات وراهي تستعمل يعني تروح لعنده ويوضح لك قضيه ويفهمها لك ويجيب لك قوانين ويقنعك باللي انت من حقك طالب الجنسيه الفرنسيه وفي الاصل ما عندكش الحق. ولذلك اليوم انا راح نشرح لكم وانتم شوفوا اذا كان سي فوزيت كونفينكو الهضره اللي نقولها لكم سي اونكور ميو، سي فوزيت با كونفينكو زيدوا ديروا بحث وزيدوا شوفوا مستشارين واحد اخرين ولا ربما يقدروا يوجهوكم وعلى هنا لا. ليسونسيال نوليو للمفيد اللي هو الجنسيه الفرنسيه بالنسبه للناس اللي زايدين في فرنسا. كاينين اللي زادوا قبل الاستقلال 1962، كاينين اللي زادوا بعد الاستقلال، وكاينين اللي زادوا في العشريه الاخيره هذه. نبداو اللي زادوا في فرنسا قبل الاستقلال قبل 1962. هادو الناس اللي راهم زايدين في فرنسا قبل 1962 سواء ينطبق عليهم واحد القانون هي لوردونونس دي 21 جويلي 1962. قلتها واليوم انا راح نقولها ونوضحها ونقول لكم نقاط الضعف تاعها ونقاط القوه تاعها. على كل حال حاجه باينه، الناس اللي زايدين في فرنسا قبل الاستقلال واللي زايدين في الجزائر قبل الاستقلال عندهم نفس القانون. لماذا؟ لان الناس اللي زايدين في الجزائر قبل الاستقلال ما يعتبروش بلي راهم زايدين في الجزائر، وانما راهم زايدين في فرنسا، لان الجزائر قبل الاستقلال هي مقاطعه من بين المقاطعات التابعه مباشره للسلطات الفرنسيه، هي ولايه تعتبر ولايه تابعه لفرنسا. دونك اللي زاد في فرنسا واللي زاد في الجزائر قبل الاستقلال فعنده نفس القانون. ونقول لك ان بعد الاستقلال 1962 وخرجوا لوردونس قلنا تاع 21 جويلي 1962 لارتيكل 2 اللي يقول لك كل جزائريين فاقدين للجنسيه الفرنسيه الا اللي كانوا يستفدوا من القانون المشترك. ولا عطاتنا الوقت بين 1962 و 1 جانفي 1967 باه تروح دير ان ريكونيتيف ولا كما يقولوها شهاده الاعتراف بالجنسيه الفرنسيه، تعترف باللي راه ما حبيتش تنازل على الجنسيه الفرنسيه. وهذا القانون لازم تعرفوا الشيء لازم تعرفوه، لان كاين بعض الناس للاسف الشديد اللي زادوا في فرنسا مباشره من بعد 5 جويليه. مثلا كاين اللي زاد في 30 جويلي، كاين اللي زاد في 60 جويلي، كاين اللي زاد في 30 جويلي، كاين اللي زاد في 30 اوت، كاين اللي زاد في سبتمبر، كاين اللي زاد في اكتوبر في 1962. كي تروحوا عند الناس اللي يديروا لكم الناس هذو اللي يحكموا لي الدوسي تاعكم يقول لك خلاص انت راك زايد في فرنسا ما بعد الاستقلال ومن حقك طالب الجنسيه الفرنسيه، لان تاريخ الاستقلال هو 5 جويلية وليس قبل. معناتها اذا كان زايد انت مثلا 5 اكتوبر من 1962 يعني انت راك زايد بعد الاستقلال
بأربعة أشهر ولا ثلاثة أشهر، ولكن لازم تعرفوا في هذه الفيديو، لازم تعرفوا الناس بزاف اللي ما على بلاش بالشي هذا، أنه لوردونونس دي 21 جويي 1962 سارية المفعول إلى غاية 10 جونفي 1963. خذينا الاستقلال في 5 جويلية 1962 وقالوا لنا باللي اللي زايد في فرنسا قبل الاستقلال ما عندوش الحق يطالب بالجنسية الفرنسية دروات سول، والناس اللي زايدة بعد 5 جويلية عندهم أمل، شعاع الأمل باللي زايد بعد الاستقلال. ولكن لازم تعرفوا يا جزائريين، ولازم تعرفوا تقدروا تأكدوا من شي هذه الأقوال تبعي باللي هذا القانون ساري مفعول، يعني مازالوا يمشي، تم تطبيقه إلى غاية 10 جانفي 1962، معناتها الناس اللي زايدة في البرومي جانفي حتى ل 10 جانفي 1963 فينطبق عليهم القانون، نفس القانون تاع اللي زايدين قبل الاستقلال. معناتها واش معناتها؟ لو 11 جوي جانفي 1963 فما فوق، من 11 جانفي 1963 فما فوق، إذا كان زدت في فرنسا فأنت فرنسي حق الأرض لأنك زدت ل 11 جانفي، أما إذا كان زدت ل 10 جانفي في القانون هذا يحكمك، ما عندكش لدروا اليوم تطالب بالجنسية الفرنسية، لأن القانون ينطبق عليك القانون المشترك لدروا تصلوا بلتو لدروا كوما ولا دروا لوكال. دونك تأكدوا يا جزائريين اللي راكم تسمعوا فيا واللي راكم تبعوا فيا باللي القانون الناس اللي زايدين في فرنسا قبل الاستقلال انطبقت عليهم هذه المادة المرسوم، هذا المرسوم، وهذا المرسوم ساري المفعول إلى غاية 10 جانفي 1963. ماشي معناتها إذا كان دخلت لاني 1963 والإنسان هذا زاد في البرومي جانفي 2 جانفي 3 جانفي 1963 معناتها زاد بعد الاستقلال، لا، القانون هذا نأكد لكم ونأكد لكم وتقدروا تتأكدوا بلي القانون هذا ساري المفعول إلى غاية 10 جانفي 1963، هذا يعني شيء أكيد. ولكن à partir du 10 janvier للفوق معناتها 11 janvier 1963 فإذا كان زاد في الجزائر فهو يعتبر فرنسي، لا نقاش في هذا. دونك هنا رانا فرينا الناس اللي زايدين قبل 62 قبل الاستقلال، رانا فريناها، هضرنا وفهمنا، ينطبق عليهم القانون دي 21 جويي المرسوم 21 جويي 1962، وهذا المرسوم ساري المفعول إلى غاية 10 جانفي 1963. اللي زادوا قبل 10 جانفي 1963 ما عندهمش الحق يطالبوا بالجنسية دروا سول، اللي زادوا بعد 10 جانفي 1963 سي لو بلان دروا دو دوموندي لا ناسيوناليتي فرونسيز بار لو دروا سول إلى غاية 1993. في 1993 خرج قانون جديد في فرنسا اللي يقول لك با ايزون با كيما يقولوا قانون سي دي موديفيكاسيون، سي لوجيك يا دي موديفيكاسيون في جميع القوانين، لكن لا موديفيكاسيون تاع 1993 ان با توشي لو دروا كيما يقولوا ان با توشي لوردونونس 21 جويي 1962، يعني نفس القانون اللي طبق على الجزائريين، ولكن الى في كيلك موديفيكاسيون، نديرو كيلك موديفيكاسيون. parmi les modifications هادو الناس اللي زايدين في فرنسا، الناس اللي زايدين في الاراضي الفرنسيه خرج لهم قانون جديد. واش يقول القانون هذا؟ يقول لك الانسان اذا كان كما يقولوا الانسان طفل زاد في فرنسا من ابوين مولودين في ارض فرنسيه، من ابوين، من احد الابوين سواء الاب ولا الام مولود بارض فرنسيه فمن حقه يطالب بالجنسيه الفرنسيه، وإذا كان الابن مولود من أبوين ولا من أبوين لازم يكونوا في زوج مولودين في أرض أجنبية فلا يحق له الحق بالمطالبة بالجنسية الفرنسية. فيما يخص الجزائريين فهم لكم هذه القضية بتفهموها، تقولوا كيف كاين الناس اللي زادوا في فرنسا عطوا لهم الجنسية والناس زادوا في فرنسا ما حبوش عطوا لهم الجنسية، هذا شيء كاين منه وعلاه، لأنه طريقة يعني لازم تعرفوا طريقة كيفاه تقدروا تكيفوا هذه النقطة. معناتها إذا كان مثلا نعطيكم أمثلة، مثلا أنا راني زايد من 1980 باريزون، مانيش زايد في 80 زايد أفون 80، نقولوا أنا زايد في 1980، أنا زايد في الجزائر، وليدي اليوم
زاد هنا في فرنسا مثلا، وليدي زاد في فرنسا في مثلا نقولوا في 1910 زاد في فرنسا، والزوجة مثلا تاعي زاد ثاني في الجزائر مثلا، زادت في الجزائر، يعني أنا زايد في الجزائر، والزوجة تاعي مثلا زايدة في الجزائر، والابن تاعي زايد في فرنسا. في الحالة هذه الابن تاعي ما عندوش لو دروي يطلب الجنسية الفرنسية، لأنه مولود ولا راه مولود في فرنسا. ولكن إذا كان أنا زايد في الجزائر قبل الاستقلال، قبل 10 جانفي 1963، لأن 10 جانفي 1963 اللي زادوا في هذه المرحلة ينطبق عليهم المرسوم تاع 21 جويي. دونك إذا كان أنا زايد في 1961 في الجزائر، في هذه الحالة أنا ما نعتبرش زايد في الجزائر، أنا نعتبر زايد في فرنسا، لأن الجزائر كانت فرنسية آنذاك. يعني أنا زايد في الجزائر، ما في حقيقة الأمر مانيش زايد في الجزائر، في حقيقة الأمر إذا كانت تبعتو لا لوجيك أني زايد في فرنسا في الجزائر الفرنسية، مانيش في الجزائر الجزائرية، لأن أنا ذاك كان جزائر ولكن كان جزائر فرنسية، زدت قبل الاستقلال في الجزائر. وزوجة تاعي زادت في الجزائر مثلا بعد الاستقلال، هي زادت مثلا في 64 ولكن زادت في الجزائر. وعندنا طفل زاد هنا مثلا في فرنسا في 2000 ولا 2001. في الحالة هذه أنا زايد واحد، أنا ولا زوجة تاعي واحد فينا زايد في الجزائر قبل الاستقلال، معناتها زدت واحد فينا زاد في الجزائر الفرنسية، في أرض فرنسية، لأن الجزائر الفرنسية آنذاك. في الحالة هذه الابن تاعي عنده الحق يطالب بالجنسية الفرنسية، لأن أنا ولا الزوجة تاعي زايدين في الجزائر، ولكن في الحقيقة ماشي في الجزائر، حبيت زايدين في الجزائر الفرنسية، يعني فرنسية. في هذه الحالة الابن تاعي من حقه يطالب بالجنسية الفرنسية. يقول كذا هو الشرط، يقول لان دو سي بارون زايدين، لان دو سي بارون ني سور ان تيريتوار فرونسي، واللي زاد قبل الاستقلال في الجزائر فهذا يعتبر انه زاد في ارض فرنسيه. واذا كان انا زدت هنا في فرنسا، سواء زدت قبل الاستقلال وبعد الاستقلال، وليدي زاد في الوقت الحالي، فهو فرنسي، لاني انا الازدياد تاعي في فرنسا، ارض فرنسيه. حتى نعطيكم مثال اخر، نزيدكم مثال اخر، مثلا الناس هذو اللي زايدوا في فرنسا، في فرنسا قبل الاستقلال، طبق عليهم القانون المرسوم تاع 21 جويلي 1962، ما عندوش الحق يطلب الجنسيه الفرنسيه، لانه فقد الجنسيه الفرنسيه نسبه للمرسوم، هذاك المرسوم اللي يقول لكم نعاودوا، اللي يقول لازم تستفد من القانون المشترك والقانون المحلي، وهذا المرسوم يقول حتى لو 10 جانفي. دونك حتى واذا كان انا زدت في هذه المرحله ما استفدتش من الجنسيه الفرنسيه، ولكن اذا كان جيت لهنا لفرنسا وليدي زاد هنا في فرنسا، فمن حقه يطالب بالجنسيه الفرنسيه، لان الاب تاعو زاد في ارض فرنسيه هي فرنسا، ولست في الجزائر نفس الشيء. دونك في 93 1993 داروا دي موديفيكاسيون اللي يقول لك اي انسان يزيد يكون مولود بفرنسا من ابوين مولودين بارض فرنسيه، حتى اذا كان اليوم مستقله كما الجزائر، ولكن انذاك كانت ارض فرنسيه، فالابن من حقه يطالب بالجنسيه الفرنسيه. اما الجزائريين اللي زادوا بعد الاستقلال في الجزائر، وباسكو سا فاميلي تي اونسانت، ودار الحيله جاب تاشيره وجالها من فرنسا غير باه تزيد انا في فرنسا، يعني وليدك ما عندوش الحق في الجنسيه الفرنسيه، يعني يكون هذا اكيد، هذا اكيد. نتمنى انكم فهمتوا هذه النقطه، لان هذه النقطه توضح لكم بزاف حوايج، قبل الاستقلال، بعد الاستقلال، في المرحله الحاليه، هذو هما القوانين، هذه هي الطرق المطالبه بالجنسيه الفرنسيه لو دروات سون حق الارض. نشكركم واعطيكم الصحه وميرسي، ونتلاقوا ان شاء الله في ساعه.